بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة والجيران مرة أخرى إلى كتاب يلي غيكومبخوندر. نستأنف مع ما تبقى من هاد القصة لونفون إي لو شوفوي. إذا عندنا هنا لوغسكي لو فيني، عندما هو انتهى. كما تلاحظوا بأننا عندنا لو بارتيسيباس الخاص بفعل فينيغ، ثم عندنا لوكسيليير أفواغ مصرف في لو باسي سامبل. إذا فحصلنا على لو باسي أونتيريور. إذا نتكلم هنا عن فعلين في الماضي سيحصل قبل فعل آخر سنتحدث عنه. لوغسكي لو فيني، إذا عندما هو في الماضي انتهى. ماذا فعل في الماضي أيضا؟ Il lèche encore le fond du récipient où le sang s'était déposé. إذا نتكلم هنا عن فعلين حصلا في الماضي، لكن أحدهما حدث قبل الآخر. إذا الأول يصرف فيه. إذا في الأول، الأول نعبر عنه بفعلين في لو باسي أونتيريور، ثم بعدها يأتي لو باسي سامبل. إذا غالبا لو باسي أونتيريور يأتي قبل لو باسي سامبل، كما عندنا هنا. لوغسكي لو فيني، عندما هو انتهى. إل لاشا، إذا هو لاحس. طبعا عندنا هنا لو فيرب لاشي، عندنا لو فيرب لاشي هنا. إل لاشا أونكوغ، إذا هو لاحس أيضا. المقصود أنه بقي يلحس لو فون دو ريسيبيان، بقي يلحس لو فون. لو فون طبعا كما نعرف أن تعني الخلفية. هنا طبعا المقصود بها قار أو وسط كما نقول الإناء. Il lèche encore le fond du récipient. إذا هو لحس أيضا، المقصود أنه بقي يلحس le fond du récipient. إذا المقصود بها أنه بقي يلحس قار هاد الإناء. Où le sang، حيث le sang، حيث النخالة. طبعا عندنا هنا أو، حيث نتكلم عن المكان لا نتكلم عن أو. كما نلاحظ بأن أو فوق هاد لاكسون. او لو سون سيتي ديبوزي، او لو سون سيتي ديبوزي، حيث النخالة كانت موضوعة. إذا نتكلم عن جنبات أو قعر، نتكلم عن جنبات أو قعر الإناء، حيث بقيت النخالة، حيث بقيت النخالة موضوعة. او لو سون إيتي ديبوزي، بوي غوتومبا، بوي غوتومبا، ثم سقط من جديد. طبعا نتكلم هنا عن طومبي انوفو، يعني سقط من جديد. بوي ثم غوتومبا، ثم سقط من جديد. لي زيو بريسكلو، لي زيو بريسكلو، العينان بريسك تقريبا، تقريبا كلو. نتكلم هنا على فيرب كلوغ، كلوغ يعني اغلق، يعني أغلق. وممكن أنك تحيط مكانا بسور. ممكن أيضا لو فيرب كلوغ المقصود به أنك تحيط مكانا بسور، تغلق عليه، كما لو أنك تغلق عليه هذا السور. إذا طبعا لو فيرب كلوغ المقصود به أغلق. وممكن يعني أيضا كما قلنا أنك تحيط مكانا بسور وتغلق عليه هذا السور. épuisé par cet effort، épuisé كما نقول منهكا. إذا هذا الحيوان عندما أكل ما تبقى في الإناء، إذا هو سقط مرة أخرى على الأرض. épuisé par cet effort يعني منهكا بهذا الجهد. نتكلم عن أي جهد هنا، عن أي جهد نتكلم هنا؟ طبعا نتكلم عن الجهد الذي بذله حتى أكل ما بالصحن، لأنه أصلا كان شبه مغمى عليه من الجوع والبرد، من الجوع والبرد. إذا بوي غوتومبا، بوي غوتومبا لي زيو بريسكلو، إذا ثم سقط من جديد، العينان تقريبا مغلقتين. إبويزي، إبويزي منهكا، نتكلم على لو فيرب إبويزي يعني أنهك. نقول مثلا
votre solde est épuisé. يعني أن رصيدك أنهك. المقصود بأن رصيدك قد انتهى. épuisé par cet effort. إذا منهكا بهذا الجهد. qu'il a déployé. Il se tenait maintenant tous les trois à quelques distances pour ne pas l'effrayer. Il se tenait maintenant, il se tenait. Taba le verbe se tenir, yani annaka tubqi nafsaka. Annaka tubqi nafsaka. Comme on a dit annaka tashuddu nafsaka. On parle de le verbe tenir, yani annaka taqbit ou tashud. يقول لك شخص مثلا تيموا شداني أو خد بيدي مثلا تيموا تيموا. هنا نتكلم على الفيرب سو تونير يعني أن يأخذ الإنسان نفسه. إل سو توني مانتونو تو تخوا تو تخوا وبيا تو لي تخوا. هنا هم أبقوا أنفسهم الآن تو تخوا ثلاثة كلهم ثلاثة كلهم كما نقول أ كيلكو ديستونس à quelques distances. Les bas de masafa. Les bas de masafa. Annam abqaw nafsahum. At-talata. Kulluhum. Kulluhum talata. À quelques distances. Les bas de masafa. Pour ne pas les frayer. Hatta la yufzi'unaw. Hatta la yufzi'unaw. Idan had il. Tatahaddat an man. Taban il huna tatahaddat an l'um. وابنيها. إذن إل ستوني إذن هم أبقوا أنفسهم مانتونو الآن عندما سقط هذا الحيوان مانتونو تدخوا يعني الثلاثة كلهم أ كيلكو ديستونس لبعض المسافة. المقصود أنهم ابتعدوا هنا المقصود أنهم ابتعدوا عن الحيوان لبعض المسافة وبقوا هادئين pour ne pas l'effrayer. حتّى لا يفزعونه. طبعا لو فيرب إفخيي نقصد به أفزع أو أخاف. François voulait lui donner du pain. François voulait lui donner du pain. إذن François. François كان يريد أن يعطيه خبزا. Non, dit la mère. لا تقول الأم. إذن قالت له لا تعطيه. Pas avant demain. ليس قبل الغد. ليس قبل الغد. إذا المقصود هنا لا تعطي خبزا قبل أن يصل الغد. يكفي هذا الحيوان هذا الذي أكله. Il faut patienter avec une bête malade. Il faut patienter avec une bête malade. يجب الصبر مع حيوان مريض. المقصود يجب أن نتدرج بصبر مع هذا الحيوان وهو مريض. Il faut patienter avec une bête malade. C'est une femelle, dit Marie. Nous l'appellerons Bella. Nous l'appellerons Bella. C'est une femelle, dit Marie. Inna unta, taqoul Marie. Nous l'appellerons Bella. Nous sommes nés à Bella. Lorsqu'il eut fini, il lécha encore le fond du récipient où le sang s'était déposé, puis retomba, les yeux presque clos. Épuisé par cet effort, il se tenait maintenant tous les trois à quelques distances pour ne pas l'effrayer. François voulait lui donner du pain. Non, dit la mère, pas avant demain. Il faut patienter avec une bête malade. C'est une femelle, dit Marie. Nous l'appellerons Bella. On chassa la chevrette dans les tables qui communiquaient avec la chambre. Elle restait debout, tout au fond, immobile, la tête droite, sans s'inquiéter de la brebis, qui flairait avec surprise cette petite sœur sauvage. Qui flairait avec surprise cette petite sœur sauvage. Maintenant, dit la mère, allons nous coucher. Maintenant, dit la mère, allons nous coucher. Elle a l'air mieux. Elle est bien au chaud. Elle vivra. Ah, dit Marie, je suis contente, mère. On chassa la chevrette dans les tables. Qui communique avec la chambre. On chasse. D'abord le verbe chasser. Le verbe chasser, comme on a fait le sabbat, ممكن انه يعني stada. On va parler de la chasse, يعني صيد, صيد البر. Le verbe chasser,
يمكن أنه يعني أيضا طرد. شاسي كيلكا مثلا، شاسي كيلكا، إذا نتكلم عن لوغير شاسي، لوغير شاسي ممكن أنه يعني طرد. أيضا كما عندنا هنا، وممكن أن لوغير شاسي يعني أنك تضع حيوانات أمامك ثم تسوقهم، أو ببساطة ممكن أنه يعني أن تأخذ شيئا، أن تأخذ حيوانا أمامك إلى مكان معين. نتكلم عن لوغير شاسي. إذا كما قلنا هنا أون شاس لا شوفغيت، المقصود بأنهم أخذوا الحيوان أمامهم ثم قادوا إلى مكان معين. أون شاس لا شوفغيت دون لي طابل، إذا هم أخذوا، طبعا كما تلاحظوا بأن الكلمة هنا، كما نلاحظ هنا بأن الكلمة تغيرت. كنا نتكلم عن لو شوفغي، كنا نتكلم عن لو شوفغي، لكن هنا ماري، ماري تقول سيت اون فاميل، إنها أنثى. نو لابيلغون بيلا، نو لابيلغون بيلا، نحن نسميها بيلا. إذن هنا تغير الاسم طبعا كما تلاحظوا. إذن أصبحنا نتحدث عن لا شوفغيت، أصبحنا نتحدث عن لا شوفغيت، لا شوفغيت، ولم نعد نتحدث عن لو شوفغي. إذن بعدما عرفوا، بعدما عرفنا بأنها أنثى. أون شاس لا شوفغيت، إذا نتكلم عن حيوان أنثى صغير، إذا نسميه شوفغيت. أون شاس لا شوفغيت يعني أنهم أخذوا هاد الأنثى أمامهم إلى مكان، دون لي طابل. أون شاس لا شوفغيت دون لي طابل، إذا نتكلم عن الحظيرة. لي طابل كما قلنا سي لو ليو، إذا هو المكان، أو أون لوج حيث مسكن. أحيانا نتكلم عن لوجمون يعني السكن، أو أون لوج، أو أون لوج حيث مسكن. لافاش، لي فاش، لي بوف، لي بغوبي، إي لي زوطخ بيستيو، حيث مسكن البقرات والتيران ثم النعاج ثم باقي المواشي. أون شاس لا شوفغيت دون لي طابل، إذن هم أخذوا هاد الحيوان الأنثى الصغيرة دون لي طابل إلى الحاضرة. كي كومونيكي، كي كومونيكي افيك لا شومبر، كما نقول هنا التي كانت تتواصل افيك لا شومبر مع الغرفة. إذا نتكلم هنا عن حاضرة مقابلة للغرفة. إل غيست دوبو، إذا هي بقيت واقفة. إل غيست دوبو، إذا هي بقيت واقفة. تو فون، تو أو فون، تو فون، نفس الطريقة يعني في الوسط، كما نقول في قعر الحاضرة، في وسط الحاضرة. تو فون، إيموبيل، غير متحركة، بقيت واقفة. لا تيت دغوات، لا تيت دغوات، الرأس مستقيم، لم تلتفت لا إلى هنا ولا إلى هنا، بقيت ورأسها مستقيم. سون سانكيتي، سون سانكيتي دو لا بغوبي، بدون أن تقلق دو لا بغوبي من النعجة. كيف لاغي، كيف لاغي التي كانت تشم، طبعا نتكلم هنا عن لوغان فلاغي يعني فعل شمة. افيك سوربريز، نتكلم عن النعجة التي كانت تشم هاد لا شوفغيت. افيك سوربريز يعني بمفاجأة، النعجة كانت متفاجئة من هاد المخلوق كما نقول. افيك سوربريز سيت بوتيت سور، اذا كانت تشم بتعجب، كانت تشم بمفاجأة. ماذا كانت تشم؟ سيت بوتيت سور سوفاج، هذه الأخت الصغيرة سوفاج البرية، سوفاج البرية، التي تعيش بعيدا عن الإنسان. إذا هي تعيش بعيدا عن الإنسان نسميها سوفاج، تعيش في البراري، تعيش في الغابات، إذا نسميها سوفاج. Maintenant dit la mère, allons nous coucher. Maintenant dit la mère, allons nous coucher. الآن تقول الأم
فلنذهب لننام. مانتونو ألو نوكوشي. إذن هكذا قالت الأم. مانتونو ألو نوكوشي. الآن فلنذهب لننام. دي لامير تقول الأم. إل ألاغ ميو. إل ألاغ ميو. طبعا لاغ المقصود بالهواء مقصود بأيضا الفضاء الموجود بين الأرض والسماء. الفضاء الموجود بين الأرض والسماء. ممكن أن كلمة أغ تعني طرق الطيران. نقول مثلا أغ ماروك. أغ ماروك إذا نتكلم عن طرق الطيران المتعلقة بالمغرب مثلا. أغ ممكن تعني الهواء أو الغازات المحيطة بالأرض كلها تسمى أغ. أيضا كلمة أغ كما عندنا هنا تعني هيئة. هيئة ما يبدو على الإنسان أو ما يبدو على الحيوان كما عندنا هنا. آل ألاغمي إذن هي هيئتها هي عندها هيئة ميه أحسن. المقصود بأن هذا الحيوان الصغير بدأ يبدو بشكل أحسن. تحسنت هيئتها. آل ألاغمي هي عندها هيئة أحسن. أحسن من دي قبل. اللي بيوشو هي بشكل جيد في دفء. في دفء هي الآن في دفء لم تعد وسط الثلوج. أهل فيفا هي ستعيش. هي ستعيش لن تموت كما كنا نعتقد فيما قبل. أهل فيفا إذن هي ستعيش. طبعا عندنا هنا لوفير فيفا مصرف كونجيغي أو فيتور سامبل. آه دي ماري جو سوي كونتونت مير. آهين تقول ماري جو سوي كونتونت أنا فرحة مير يا أمي. أون شاس على شوفريت دون لي طابل كي كومونيكي افيك لا شومبر. إل ريست دوبو تو فون إيموبيل لا تيت دروات سون سانكيتي دو لا بروبي كي فليري افيك سوربريز سيت بوتيت سور سوفاج. مانتونو دي لا مير ألون نو كوشي. إل ألاغ ميو. Elle est bien au chaud. Elle vivra. Ah, dit Marie, je suis contente, mère. Quand les deux femmes furent endormies, François sortit de son lit et redescendit, pieds nus, le corps battant, l'échelle qui montait à son grenier. Je n'entends rien, songeait-il. Ma biche vit-elle encore? Il n'avait pas osé allumer la lampe. Il n'avait pas osé allumer la lampe. Il n'avait pas osé allumer la lampe. Une rouge lueur qui venait du feu éclairait un peu la chambre basse. Il ouvrait à tâtons le loquet de l'étable. Le loquet de l'étable. Et dans la chaude obscurité, il aperçut deux paires d'yeux qui brillaient tout près l'une de l'autre. Et donc, quand les deux femmes furent endormies, une dame, Almar Etan, n'était que le ibn Etar. Quand les deux femmes furent endormies. Eden, عندما المرأتان furent endormies, أنهما ناما. أنهما ناما. طبعا هنا كما تلاحظوا عندنا أيضا لو باسي أونتيريور. غير هو فهاد المرة ما صرفناش لوكسيليغ أفواغ كما رأينا فيما سبق. هنا عندما هو lorsqu'il est fini. عندما هو انتهى. انتهى من الأكل. إذن هو كان يأكل. هو أنهى شيئا. quand il est fini. هنا عندنا quand les deux femmes furent endormies. كما نقول هنا sont endormies. يعني هم ناموا. هنا عندنا l'auxiliaire être هو المصرف في le passé simple. l'auxiliaire être هو المصرف في le passé simple. ثم يتبع ثم أتبع ب لو بارتيسيباس الخاص بفعل أندورمير. هنا عندنا لوكسيليغ أفواغ هو المصرف في لو باسي سامبل متبوع بنفس الطريقة ب لو بارتيسيباس الخاص بالفعل المراد تصريفه اللي هو فينيغ. هنا الفعل المراد تصريفه طبعا هو لو فيرب أندورمير. إذا هنا عندنا لوكسيليغ إتر وليس لوكسيليغ أفواغ كما عندنا هنا. إذا لوكسيليغ إتر هو المصرف في لو باسي سامبل. إذا فحصلنا على
لو باسي اونتيريور. اذا بنفس الطريقه هذا لو باسي اونتيريور نتحدث عن حدث حصل في الماضي لكنه حصل قبل ماضي اخر، لكننا نتكلم طبعا عن ماضي خاص، نتكلم عن ماضي يتحدث عن السرعه، نتكلم عن لو باسي سامبل هنا. اذا كون لي دو فام في اندورمي، عندما المرأتان انهما ناما، فرانسوا سورتي، اذا فرانسوا خرج. بعد هذا الحدث في الماضي وقع حدث اخر في الماضي ايضا لكنه بعده. اذا هنا سنصرف لو فيرب سورتير في لو باسي سامبل كما تلاحظوا، فرانسوا سورتي، فرانسوا سورتي، فرانسوا سورتي دو سون لي. اذا فرانسوا خرج من سريره اي غودي سوندي، ثم عاد فنزل، ثم عاد فنزل. نتكلم هنا على لو فيرب غوديسوندر، طبعا لو فيرب ديسوندر يعني فعل نزل، هنا عندنا غوديسوندر عاد فنزل، نزل ثانية، اي غوديسوندي ثم نزل ثانية بيني بيني، الرجلين حافيتين، لو كور باتون، ثم القلب، ثم القلب ضارب، ضارب المقصود انه يقرع، انه يضرب، والقلب يضرب. لو كور باتون لا شال كي مونتي السونغوني. هنا اصل الجمله فرانسوا سورتي دو سون لي، اذا فرانسوا خرج من سريره، اي غودي سوندي ثم نزل، نزل ماذا؟ لا شال، لا شال كي مونتي السونغوني، ثم نزل الدرج، المقصود انه نزل في الدرج كي مونتي الذي يصعد السونغوني، الذي يصعد الى غرفته. طبعا هذه الغرفه تقع مباشره تحت السقف، هي الاعلى، هي الموجوده في الاعلى، لذلك نسمى غوني. كما عندنا هنا لو غوني، لو غوني لا بارتي دو لا ميزون، لا بارتي دو لا ميزون، اذا نتكلم على الجزء من المنزل، كي سو لو توا، الذي هو تحت السقف. اذا مهما كانت الطوابق، اذا نتكلم على الغرفه الموجوده تحت السقف تسمى لو غوني. اي غودي سوندي، ثم انه نزل لا شال كي مونتي اسون غوني، اذا هو نزل الدرج، نقول صعد الدرج مونتي لا شال، هنا عندنا ديسوندي لا شال، ديسوندي لا شال يعني انه نزل الدرج كي مونتي، الذي يصعد السونغوني، الذي يؤدي بمعنى اخر الى غرفته. اذا هو نزل مع هذا الدرج، ولكن هو نزل كيف؟ هو نزل كيف؟ اذا اي غودي سوندي بيني، اولا الرجلين حافيتين، لو كور باتون، اذا وهو ينزل ورجلاه حافيتان، لو كور باتون، ثم القلب يقرع، اذا هو نزل هكذا لا شال كي مونتي السونغوني. جو نونتون ريان، اذا انا لا اسمع شيئا، انا لا اسمع شيئا، سونجيتيل، سونجيتيل. طبعا لو فيرب سونجي المقصود به انك تحلم، اذا انك تحلم بشيء، اذا نتكلم على لو فيرب سونجي، لكن ايضا يعني انك تخطر ببالك فكره معينه، كانك تنوي هذا الامر. طبعا فرانسوا هنا كان يفكر في هذا الحيوان، وبما ان عقله كان يتابعه حتى وهو في سريره، اذا في لحظه ما تذكر ربما يكون هذا الحيوان قد مات، اذا فنهض من سريره وهو يقول هذا الكلام، جو نونتون ريان، جو نونتون ريان، انا لا اسمع شيئا. طبعا نتكلم على لو فيرب اونتوندر، جو نونتون ريان، انا لا اسمع شيئا. سونجيتيل كما نقول هو ينوي، هو ينوي او يعتقد انه تخطر في باله فكره. ما بيش فيتيل انكور، ما بيش فيتيل انكور، اذا هذا الحيوان الصغير فيتيل هل هو يعيش انكور ايضا؟ هل هو لازال يعيش؟ اذا نتكلم عن لا بيش، راينا فيما سبق هذه الكلمه لا بيش. كما عندنا هنا اون فوميل،
La vache est la femelle du taureau. إذا نتكلم عن البقرة هي أنثى الثور، نقول طوغو. لا فاش إلا فمال دي طوغو. لو طوغو سي لو مال. إذا لو طوغو هو الذكر، إذا نقول سي لو مال. دون سو تكست أون دون دونو أ لا بوتيت فمال دي شوفغوي. إذا في هذا النص الذي رأينا دون سو تكست أون دون دونو أننا أعطينا اسمين à la petite femelle. أعطينا اسمين لهاد صغيرة الأنثى دي شوفغي أنثى الأيل لا شيفغيت. أعطينا اسم لا شيفغيت. إذن أعطينا اسمين، إذن نسميها شيفغيت ثم سمينا بيشات أو بيان لا بيش كما عندنا هنا ما بيش. إذن أسمينا اسمين شيفغيت ثم سميناها لا بيش. لا بيش c'est le vrai nom. La biche, c'est le vrai nom. Et la biche, c'est l'ism l'haqiqi. Chevrette, faqat kalaqab. Et dans le maqsoud, c'est le kalamon. Et dans le français, il dit, ma biche vit-elle encore? Et dans le haïwan sagir, hal huwa lazala ya'ish? Hal huwa lazala ya'ish? Et dans le haïwan sagir, hal lazala ta'ish? Il n'avait pas osé allumer la lampe. Osé, le maqsoud, bien tajarra'a. أنك تكون لك شجاعة لتقوم بفعل، هذا هو المقصود بفعل أوزي. إن في باوزي أليم العلوم. إذن هو لم يتجرأ على إشعال المصباح. إن روج ليور كي فوني دو فو إكليغي أن بو لا شامبا باس. إن روج ليور، إذا نتكلم عن ضوء أحمر، كي فوني الذي كان يأتي دو فو الذي كان يأتي من النار. Éclairer un peu la chambre basse. Éclairer un peu la chambre basse. Et d'un head à dos d'arrive éclairé. Qu'en ayant un peu, qu'aliilan, la chambre basse. La chambre basse. Al-ghurfa al-soufflia. Al-ghurfa al-soufflia. Al-lati bi qurbi yujad had al-haywan. Et d'un tab'an, ou la mestate an yush'il al-misbah. Rahma d'alika kana hunaka dos'un y'ati min. نار متقدة كانت مشتعلة شيئا ما. إذن هذا الضوء الأحمر الخافت إذن كان يضيء شيئا ما المكان. إن روج ليور إذا نتكلم عن ضوء أحمر كي فوني دو فو كي فوني دو فو الذي كان يأتي من النار إكليغي. طبعا نتكلم عن لوفير إكليغي يعني فعل أضاء. لوفير إكليغي فعل أضاء. إكليغي كان يضيء أن بو أن بو لا شامبر باس. أن بو لا شامبر باس كان يضيء قليلا الغرفة السفلية. إل أوفغي أتاتون. إل أوفغي أتاتون. طبعا لو فيرب تعطي يعني أنك تتلمس. لو فيرب تعطي أنك تتلمس من أجل الحصول على شيء مثلا في الظلام. إل أوفغي أتاتون إذن هو فتح أطاطون يعني فقط باللمس بالتحسس بدأ يتحسس أين يوجد القفل مادام أن فرانسوا لم يشعل المصباح. إذن هو لا يرى شيئا. إذن هو يحاول فتح الباب ولكن فقط بالتحسس يتحسس أين هو القفل ثم يرفعه. إلو في أطاطون لو لوكي. إذن هو فتح بالتحسس لو لوكي. طبعا لو لوكي لا باغ دو فيغ. اذا نتكلم عن قطعه الحديد كي فيرم لا بورت التي تغلق الباب. بور اوفغيغ من اجل الفتح. الفو لا سولفي يجب رفعها. اذا لو لوكي سي لا باغ دو فيغ كي فيرم لا بورت. بور اوفغيغ المقصود هنا بور اوفغيغ لا بورت. Pour ouvrir la porte, il faut la soulever. Il faut la soulever. يجب رفعها. إذن هنا, il ouvrit à tâtons le loquet. Il ouvrit à tâtons le loquet de l'étable. Il ouvrit à tâtons le loquet de l'étable. إذن هو فتح à tâtons, يعني بالتلمس, le loquet de l'étable, يعني فتح, بحيث نقولوا احنا الساقطة, de l'étable, الساقطة ديال الكوري.
نتكلم هنا عن سدادة الباب الخاصة بالحاضرة. Et dans la chaude obscurité. Et dans la chaude obscurité. نتكلم هنا عن ظلام داخل هذا الإسطبل وفي نفس الوقت هناك حرارة. Et dans la chaude obscurité. وفي هذا الظلام الساخن il aperçut. Il aperçut. طبعا عندنا هنا لو فيرب apercevoir فعل لمح. إذن هو لمح. Il aperçut. De perdu. De perdu. لمح زوجين من العين. زوجين عين. De perdu. نتكلم عن بير دو شوسور. إذن نتكلم عن زوج حذاء. بير دو شوسور. إذن نتكلم عن زوج حذاء. هنا perdu. لمح دو بير. هاد كلمة بير تتعني زوج. إذن عندنا دو بير. اثنان زوج. المقصود بأنه شاف ربعة ديال العينين. كل جوج بوحدهم. كيبغيي. إذن رأى زوجين من العينين. كيبغيي. التي كانت تلمع. تو بخي لون دو لوتر. تو بخي لون دو لوتر. كل قريبة الواحدة من الأخرى. يعني كل عين كانت قريبة من الأخرى. إلا بيرسو دو بيرديو كي بغيي. دو بخي لون دو لوتر. كون لي دو فان فيغ اندورمي. فرانسوا سورتي دو سون لي. اي روديسون دي بيي نو. لو كور باتون. لا شال كي مونتي ا سون غونيي. جو نونتون ريان. Songeait-il, ma biche vit-elle encore? Ma biche vit-elle encore? Il n'avait pas osé allumer la lampe. Il n'avait pas osé allumer la lampe. Une rouge lueur qui venait du feu éclairait un peu la chambre basse et l'ouvrit à tâtons le loquet de l'étable. Et dans la chaude obscurité, elle aperçut deux paires d'yeux qui brillaient tout près l'une de l'autre. N'est-ce pas une fois qu'on a dit, « Mahiyakum Allah » وإلى لقاء قادم بإذن الله.